السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة ردود الأفعال الدولية حول حادثة استهداف الجيش الوطني والخيارات المتاحة أمام الشرعية. دعا وزير النقل صالح الجبواني إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في مأرب. وطالب الجبواني في تغريدة له على تويتر الحكومة بعقد اجتماع عاجل في الرياض للخروج بطلب لجنة تحقيق دولية في الهجوم. وكانت جهات دولية عديدة منها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبرلمان العربي ومصر وتركيا أدانت الهجوم واعتبرته تصعيدا خطيرا للحرب في اليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الخيارات المتاحة أمام الشرعية للرد على استهداف جيشها في مأرب؟ وهل بإمكان الشرعية استغلال حالة التعاطف الدولي للخروج من دائرة اللا حسم؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد، ومن ثم نعود. لا تزال حادثة استهداف الجيش الوطني في مأرب تحتل اهتمام اليمنيين وتتصدر أولويات حديثهم. أسئلة كثيرة تثار حول ملابسات الهجوم. من يقف وراء الحادثة؟ وما الذي منع ميليشيا الحوثي من تبني الهجوم إن كانت هي من نفذته؟ تأخذ الأسئلة غير المجابة أبعاداً متعددة، من قبيل لماذا معسكر الحماية الرئاسية بالذات كان الهدف، وما دلالات أن يأتي الهجوم قبل تحرك تلك القوات باتجاه عدن وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي. وبعيداً عن البحث في ملابسات الهجوم، هنالك أيضاً تكهنات عديدة حول المتاحات أمام الشرعية في الرد على استهداف جيشها المرابط في الثكنات. المتتبع لتعامل الشرعية اليمنية مع قرار الحرب لا يرجو منها الكثير، أو ربما لا يعول على ردة فعل تجبر قلوب أهالي الضحايا. فباستثناء اتهاماتها للميليشيا بالوقوف وراء الهجوم، دعا وزير النقل صالح الجبواني إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في مأرب. وطالب الجبواني الحكومة بعقد اجتماع عاجل لها في الرياض للخروج بطلب لجنة تحقيق دولية. وكانت جهات دولية عديدة منها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبرلمان العربي ومصر وتركيا أدانت الهجوم واعتبرته تصعيداً خطيراً للحرب في اليمن. فهل تتشجع الشرعية بهذا الالتفاف الدولي حولها وتتحرك بما يسهم في خروجها من دائرة اللا حسم؟ لربما. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي. سيكون معنا من الرياض الخبير العسكري اللواء مستور الأحمري، وسيكون معنا من مأرب المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. أرحب بضيفي وأبدأ مع ضيفي من مأرب عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور الكريم ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. يعني ما هي ردود الفعل الشعبية في مأرب حول حادثة استهداف الجيش الأخيرة؟ طبعا المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات في قصف صاروخ باليستي بحسب المصادر وزارة الدفاع، والتي استهدفت معسكر تدريب للواء الرابع حرس رئاسي، والذي كان من المقرر بحسب اتفاقية الرياض أن ينتقل إلى استلام مواقع بحسب اتفاق الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن. استهدف استهداف مباشر أثناء تجمع هؤلاء الجنود مع قرب صلاة المغرب، إضافة إلى ذلك التجمع العسكري في تلك المنطقة العسكرية، والذي كان ينهي هؤلاء الجنود تأدية صلاة المغرب عندما ضاغتهم صاروخ باليستي وحطب ما يقارب 200 قتادين قتيل وجريح. وبحسب الإحصائيات اليوم ارتفع عدد القتلى إلى 85 قتيلا، وبالتالي هذه المجزرة هي الأعنف، هي الأسوأ، هي الأقسى في تاريخ معركة الشعب اليمني ضد هذه الميليشيات التي تحمل مشروعا إيرانيا طرفا في مواجهة اليمنيين. وقد تمكنت هذه الميليشيات واستغلت العام من اتفاقية استوكهولم، وتمكنت من التزود بالخضراء الإيرانيين والتزود بالأسلحة
البالستية المتطورة وأيضا بتزود بالتقنيات الطائرات المسيرة وغيرها، وبالتالي الميليشيات تكون خطبت ليس مأرب فقط ولكن الخارطة اليمنية بالدم الأحمر القاري والذي لم ينساه اليمنيون في تاريخهم المعاصر. وبالتالي فيما يتعلق بهذه المجزرة سيد عبد الحفيظ، يعني الحادثة مروعة، ولكن يعني قد يقول أحدهم بأن حادثة كهذه متوقعة كون الاستهداف تم لمعسكر ومكان لتجمع عسكري، وبالتالي الاستهداف متوقع بأي لحظة، بمعنى أنه ليس بتلك الصورة بأن هناك يعني استهداف منافي يعني لجميع الأعراف سواء في الجانب العسكري أو جوانب أخرى. نعم أخي الكريم، صراحة هناك تدور أيضا شكوك في إمكانية، طبعا تدور اختراق لمالك نسميه بالاستخبارات العسكرية، وكما يتحدث الكثير من القادة العسكريون بأن يسقط صاروخ باليستي. معروف أن مدينة مأرب محطمة بنظام الصواريخ الباتلية المضادة للصواريخ الباليستية، وهذا هو الاختراق الثالث صراحة للصواريخ الباليستية. سبق وأن قصفت الميليشيات بصاروخ باليستي واستهدف المبنى ووزارة الدفاع والقوات المشتركة، وأيضا سبق وأن استهدف منزل محافظ مأرب أيضا بصاروخ باليستي. ويكون هذا المعسكر الميلة في مدينة مأرب هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا، لكن يدور صراحة هناك علامات استفهام. المعروف تقنيا بأن الباتريوت ترفض تحرك الصاروخ من مكان انطلاقه، كان يفترض بحسب القادة العسكريون أن يتم استهداف المكان الذي انطلق منها هذا الصاروخ، وبالتالي هناك تحقيقات ما أعرف طلعت ما الذي حدث بالضبط وكيف تمكن هذا الصاروخ من الإفلات ولماذا لم تتصل له منظومة الداخلية التابعة للقوات. هي تساؤلات مهمة، وابقى معي سيد عبد الحفيظ، سأعود إليك. أذهب هنا لضيف الخبير العسكري السعودي اللواء مستور الأحمري. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور لك وضيفك الكريم ومشاهديكم. أهلا بك سيادة اللواء، كيف تنظر إلى حادثة استهداف قوات الجيش، الحادثة المروعة الأخيرة في محافظة مأرب؟ للأسف يعني استهداف مروع وعدد كبير من الضحايا، ولكن يعني هناك عدة تساؤلات توجه دائما للقيادة العسكرية. البلد في حالة حرب، عادة لا يتم مثل هذه التجمعات، المعسكرات عادة ما تخلى وتتمركز القوات في مناطق خارج معسكراتها. لا يتم مثلا الحفلات وحفلات التخرج والاجتماعات في ظل أجواء حرب، هناك طرف يستغل مثل هذا الأمور لاستهدافها، يملك صواريخ يعني أيضا هناك حوادث مماثلة سابقة بنفس المناطق تلك سيادة اللواء، كانت هناك استهدافات لحفلات تخرج وهذه القصص، ربما كلامك دقيق هنا، تفضل. نعم، فيفترض أنه يكون هناك يعني إجراءات أمن، يفترض أنه لا تكون هذا الجماعة يعني المعسكرات المعروفة لدى الجميع سواء في اليمن، عادة إذا هناك حالة حرب تخلى هذه المعسكرات، يتم توزيع الأفراد العسكريين على عدة أماكن، المعدات كذلك، مخازن الذخيرة، لا يعطى العدو فرصة بأن يستغل مثل هذا يعني الفرص التي تأتي على الطبق من ذهب. بالتأكيد الميليشيات الحوثية لديها استخبارات، لديها يعني جمع معلومات، لديها يعني تعرف ماذا سيحصل، ومن السهولة يعني استهداف مثل هذه التجمعات. للأسف أنه هذه الحوادث تكررت عدة مرات، يعني حتى المواقع الواضحة والمعروفة يجب ألا يتم التعسكر فيها أو يعني المكوث فيها مثلا لفترة. وإحنا لاحظنا من بداية الحرب كان يعني هناك عدة استهدافات بهذا الشكل، يجب أن القيادة العسكرية تأخذ هذا الأمور في الحسبان. يعني للأسف العدد الضحايا كبير، يعني سواء يعني من هذا الأفراد
يعني شفنا كيف كان الحادث مروع، تم إدانته من المجتمع الدولي، إدانته من يعني الإقليم التحالف العربي. فهنا يبقى أن تتبع التعليمات والقواعد في حالة يعني التاهب وفي حالة يعني في حالة الحرب، أن يكون هناك يعني تشديد قوي بأن لا يكون هناك أي تجمع يعطي العدو فرصة باستهداف الأفراد أو المعدات. نعم، لكن سيادة اللواء، هنا يعني تساؤلات كثيرة طرحت حول هذا الأمر وسنناقشها سويا. يعني القوى العسكرية التي كانت تتجمع في هذه المنطقة هي ألوية تابعة للحماية الرئاسية، وكان مفترض أن تتجه إلى عدن. الشيء الآخر، كانت هناك في السابق منظومة باتريوت يعني تغطي محافظة مأرب والمناطق المحيطة، وبالتالي لا وجود لها في يعني صد هذه العملية التي قامت بها الميليشيا. الشيء الثالث والأهم هنا أن ميليشيا الحوثي نفسها كانت دائما ما تسارع وتتبنى أي عملية تستهدف الجيش، وبالتالي هذه المرة لم تتبنى هذه العملية ولم تتحدث، بينما جهات رسمية في الشرعية تتهمها بشكل مباشر. كيف يفهم هذا الأمر؟ عزيزي، الاستهداف لو كان الأول من نوعه ممكن نعطيه احتمالات سياسية أخرى. الحادث مثل هذا الحادث تكرر عدة مرات، يعني منذ التفجير الأول عندما تجمعت القوات وتم تفجير يعني مجموعة كبيرة من العربات تحمل بخائر وأدت لمقتل 40 أو 45 جندي، ثم تكررت في العرض العسكري، ثم تكررت في حفل التخرج، ثم الآن تكررت. ربما بعض يعني التحليلات انه كانها القوة تتجه الى مثلا عدن، ربما هناك اطراف اخرى. انا اتوقع انه مثل هذا الحوادث لابد من وجود لجنة تحقيق تكشف الحقائق. الاستهداف اذا كان صاروخ راح يكون واضح، الاستهداف اذا كان انه تفجير داخلي راح يكون واضح، جميع يعني لن يكون هناك شيء مكشوف. عملية تخطي بعض الصواريخ لشبكات الرادار هذا وارد في جميع الحروب، وإحنا لاحظنا خلال المرحلة الماضية أنه كان في بعض الصواريخ سواء يكون بارتفاع منخفض، يكون في وقت معين، يعني يكون في نوع من الاسترقاء. في احتمالات أكثر أنه ممكن أنه لكن يعني هناك يقال أنه لا تواجد للباتريوت، يعني سحبت تماما من المنطقة. سيادة اللواء، نعم الباتريوت هي سحبت من تلك المناطق كما تتحدث الأنباء. يعني قصدك أنه تم سحبها؟ نعم. عزيزي، بعض التفاصيل لا نستطيع أن نحمل الطرف يعني مسؤولية شيء ما. ربما هناك سواء القيادة في الحكومة الشرعية أو في التحالف العربي رأت مثلا رأي آخر ربما هناك، ولكن أنا لا أعلم عن تفاصيل مثل يعني هذا السحب بالنسبة لمجموعات الباتريوت. ولكن تبقى دائما الإجراءات الوقائية هي المرتكز الأول للدفاع ضد مثل هذه الهجمات. الإجراءات الوقائية مثل ما ذكرت أنا قبل شوي، بعدم إتاحة الفرصة وتهيئة فرصة جيدة للميليشيات الحوثية أو لغيرها باستهداف مثل هذه المعسكرات. أنا يعني وأحب أشير ليس مثلا فقط الميليشيات الحوثية، أيا كان البلد كاملة في حالة حرب. عملية هذا التجمعات خطأ عسكري كبير يتحمل مسؤولية القيادة العسكرية التي تسمح بإقامة مثل هذه التجمعات. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيادة اللواء. أعود لضيفي المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني برأيك ما هي خيارات الشرعية اليوم؟ الخيارات الرئيسية هي هذا خيار هو حسم معركة اليمن مع هذه الميليشيات وعدم البقاء في المراوحة في الجبهات. نشهد في هذه الأيام تحركات لجبهة مهم وجبهة فرواح وجبهة حريد مهم أيضا، إضافة ربما إلى جبهة الجوف والبيضاء، لكن لا يوجد صراحة حتى هذه اللحظة عمليات يعني ما يشبه القرار السياسي الذي
يمكن أن يذهب باتجاه حسم هذه المعارك والأجهة في التحالف واللي في الشرعية أيضا من يمتلك قرار الحسم. يفترض أن الحكومة الشرعية هي التي تمتلك هذا القرار. الجهات في الحكومة الشرعية تؤكد بأن هناك نقص الأسلحة، هناك نقص الجوانب اللوجستية وغير ذلك من المتعلقات حسب معركة المعارك التي لا تزال مفتوحة، لأن بقاء هذه الحرب مفتوحة للأسف الشديد يخسر اليمنيون الكثير من الضحايا، يخسر الإنسان اليمني الكثير من ثرواته، من أمنه، من استقراره، من مؤسسات دولته، وبالتالي فعلى الأشقاء في التحالف العربي وفي الحكومة الشرعية حسم هذه المعركة، لأن بقائها مفتوحا للأسف الشديد ستجعل هناك الكثير من علامات الاستفهام، والتاريخ لا يرحم أحدا أبدا. وبالتالي مطلوب من الحكومة الشرعية أن تحسم معركة الحديدة أولا لقطع آخر الأوردة لهذه الميليشيات، لأن الحديدة أصبحت هي المورد الرئيسي للخضراء الإيرانيين، لخضراء الأسلحة الاستراتيجية، لخضراء الطائرات المسيرة، وحتى أيضا لهذه الأسلحة التي شهدت تطورا نوعيا بالنسبة للميليشيات خلال العام 2019 والذي كان عام اتفاقية ستوكهولم، والتي استغلتها الميليشيات في تنفيذ المزيد من العمليات النوعية في وكالة المناطق المحررة أو فيها حتى باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية. مطلوب من الأشقاء ومطلوب من الحكومة الشرعية حسم هذه المعركة وبقائها مفتوحة، ليس البقاء مفتوحة دمرتاً على عكس دمارها وخرابها على الشعب اليمني وأيضاً على الأشقاء في الخليج العربي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من محافظة مأرب، ورحب هنا بضيفي من إسطنبول الباحث السياسي دكتور عادل دشيلة. دكتور مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم. أهلا بك دكتور. يعني ما هي قراءتك لعدم تبني جماعة الحوثي الهجوم الذي استهدف مؤخرا الجيش الوطني في مأرب رغم اتهام الشرعية الموجه لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحركة الحوثية هي تريد يعني من خلال هذه العملية العسكرية تنفيذ المخطط الذي أعدته في الأيام القليلة الماضية. نحن نعرف بأن الحركة الحوثية أعدت خطة عسكرية من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول قطع طريق الجوف نهم مأرب، والمحور الثاني كان بقطع الطريق في جبل هيلان، والمحور الثالث من خلال عملية عسكرية مباغتة في منطقة أو في منطقة نهم. ولذلك فشلت في كل هذه المحاور وتم هزيمتها ودحرها وأسر كثير من الجنود. ولذلك هي قامت بتلك الجريمة البشعة باستهداف الأبرياء وهم يؤدون صلاة المغرب داخل المسجد. الأنباء تؤكد بأنه تم استهداف هؤلاء بصاروخ من المناطق، يعني قادم من غرب مأرب، أي من مناطق القبائل المساخمة لصنعاء. لكن الحركة الحوثية تعترف أو لا تعترف، هناك عدة قراءات لهذا المشهد. هناك من يقول بأن هذا الصاروخ جاء من الجو، وهناك من يقول، ولكن مهما كان نحن لا نستطيع أن نجزم وأن نقول بأنه التحالف العربي أو الحركة الحوثية هي من استهدفت الجيش الوطني. لكن المعارك تشير إلى أن الحركة الحوثية هي من استهدفت الجيش الوطني، لأنه بناء على المعارك التي سبقت تلك الضربة. الشيء الآخر يا دكتور، نحن نعرف يا دكتور بأن هنا البعض يطرح الحوثية. نعم. لكن دكتور البعض يطرح بأن مسألة الاستهداف وكما ذكرت استهداف أبرياء في الجامع ويعني الكثير من الأمور يعني يتم الحديث بها بهذا الخصوص، يعني كثير من المحللين السياسيين ومعنا أيضا اللواء مستور الأحمر يتحدث بأن يعني في فترة الحرب يعني لا يوجد تجمعات يفترض في الكثير من المناطق التي يعني تعتبر مناطق عسكرية كالمعسكرات وغيرها، يعني هذا ليس الاستهداف الأول، هناك عروض عسكرية واحتفالات كانت تستهدف في معسكرات الشرعية على حدود صنعاء وعلى أطراف مأرب، يعني لماذا تكرر هذه الأخطاء برأيك؟ يعني هناك حتى وإن قلنا أن هؤلاء الذين استشهدوا يعني كانوا يؤدون الصلاة، ولكن ما زالت المنطقة هي في إطار مكان عسكري وفي إطار معسكر، يعني لماذا يتم التجمع بهذه الكثافة وبالتالي تحدث مثل هذه المصائب؟ مع الأسف الشديد يعني وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان فشلت في القيام بمهامها العسكرية. ونحن لا ننسى أخي الكريم بأن التحالف العربي منذ اليوم الأول لم يساعد الجيش اليمني بأن يكون تحت قيادة واحدة.
أو تحت قيادة موحدة. ولذلك رأينا بأن هناك يعني ما يسمى بالقوات المشتركة والميليشيات والأحزمة وما إلى ذلك. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية هناك فشل ذريع داخل الإدارة المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهناك أنباء تؤكد بأن هناك اختراق من قبل الحركة الحوثية للمؤسستين الأمنية والعسكرية، مما جعل هؤلاء لقمة سائغة الحركة الحوثية وتنفيذ ضربات عسكرية استباقية ضد الجيش الوطني. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية هناك من لا يريد لهذا الجيش أن ينتصر، من لا يريد لهذا الجيش بأن تكون لديه خطط محكمة داخل مأرب والجوف ومناطق أخرى. هناك مخطط لإسقاط مأرب والجوف، ينبغي أن نفهم السيناريو جيدا. التحالف العربي لا يهم مستقبل مأرب ولا يهم مستقبل الشرعية اليمنية بقدر ما يهم أهدافه التي وضعها منذ بداية عاصفة الحزم. السعودية لديها أهداف واضحة في المهرة وتريد تنفيذ هذه الأهداف، وأيضا في وادي حضرموت. والإمارات لديها أهداف واضحة في الموارئ وفصل المناطق الجنوبية عن المناطق الشمالية. اليوم هناك مخطط، هذا المخطط يقول بأنه لابد من تسهيل العمليات العسكرية للحركة الحوثية حتى يتم السيطرة على مأرب والجوف، لأن الحوثي يعرف بأنه يعني السيطرة على صنعاء أو بأن السيطرة على صنعاء لا معنى لها بدون مأرب والجوف حيث النفط والغاز، وهناك تواطؤ دولي لأنه سئل. إذن دكتور سأعود إليك، ابقى معي دكتور. أذهب للخبير العسكري اللواء مستور الأحمري. سيادة اللواء، يعني كما هو معتاد على الميليشيات الحوثية، لو عدنا إلى كل الاستهدافات التي حدثت في المعسكرات اليمنية والتي تبنتها هذه الميليشيات، وأيضا حتى في صواريخها التي يعني تستهدف بها المملكة بين فترة وأخرى، كانت دائما ما تسارع أن تعلن بأنها هي من تتبنى هذا الفعل وتتبنى هذه العمليات. اليوم برأيك لماذا لم تفصح وتتحدث بشكل واضح عن هذه العملية مقابل تأكيدات الشرعية بأنها هي الطرف الفاعل؟ كيف يقرأ هذا الأمر؟ يعني سأورد لك ما سألت أنا عزيزي، ومع احترامي للجميع وضيفك من تركيا، عندما قال أن المملكة العربية السعودية على أهداف في الجنوب وفي المهرة وأهداف بعض دول التحالف العربي، وأنا أتوقع أنه يعني فيه نوع من مجانبة الصواب. المملكة العربية السعودية أخذت على اتقها إنشاء التحالف العربي لتحرير اليمن من الميليشيات الحوثية والمحافظة على الحكومة الشرعية ومحاولة تحرير اليمن، ومع ما تكبدت من يعني لا نسميها خسائر بأنما نقول ما تكبدت من يعني كثير من المبالغ، كثير من الرجال، كثير من السلاح، من المؤتمرات الدولية، مما إلى ذلك، وأتمنى أن يكون منصف في الحكم في هذا الاتجاه. بالنسبة لسؤالك أخي الكريم، أنا ربما من وجهة نظري الشخصية أن الميليشيات الحوثية ترددت في الإعلان ربما عندما يعني انتشر بأنه الصاروخ أصاب المسجد وكان والناس في وضع أداء الصلاة، ربما من هذا الناحية الدينية ترددت بأن تتبنى هذه العملية، لأن يعني بعلمها بأنه سيتم إدانتها من الجميع، وخاصة أنه الأفراد يؤدون صلاة المغرب، ربما هذا يكون عنصر رئيسي ولهم حسابات بأنه لا يتم تحميلهم مسؤولية أنهم هم استهدفوا مصلين حتى ولو كانوا أفراد عسكريين. فكثير من هذا يعني من هذا الاتجاه، ربما لو كان يعني عملية التفجير صارت مثلا وهم خارج دور العبادة في ميدان أربع عسكري أو ما إلى ذلك، ربما وضحت النقطة. سيادة اللواء، هنا تساؤل آخر بالنسبة للخيارات الشرعية، خيارات الشرعية والتحالف العربي اليوم، ما هي برأيك؟ عزيزي، أولا مثل هذا الحوادث أنا أرى أن الحكومة الشرعية يجب أن تبذل جهد لإدانة هذا الموضوع من المنظمات الدولية والدول ذات العلاقة في يعني هيئة الأمم المتحدة. لا بد أن تسجل هذه الحوادث، لأنه في يوم ما الجميع إما سيكون هناك انتصار وإما سيكون هناك محادثات سلام، ويجب أن يتحمل كل مسؤوليته في مثل ارتكاب هذا الحوادث. الشيء الآخر، التحالف العربي والحكومة الشرعية والجميع
يعمل على محاولة تقويض البنية التحتية للميليشيات الحوثية من المخازن الأسلحة ومن العتاد ومن الصواريخ ومن الطائرات المسيرة وتدمير الأماكن يتم تركيبها فيها، ومحاولة يعني عدم إعطاء يعني للاستهداف أكثر مما هو حاصل. وثم الشيء الأخير والمهم، أنا أتوقع أنه لن تنتهي هذا المشاكل ما لم يتم تحرير العاصمة صنعاء، هي مفتاح الحل في اليمن لا غير. وبقية الأماكن عندما تسقط العاصمة فستسقط تلقائيا، وهذا ما يذكر التاريخ العسكري والعمليات العسكرية التي تمت في خلال 30 سنة الماضية في منطقتنا. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر اللواء مسرور الأحمري خبير عسكري سعودي، كنت معنا من الرياض، شكرا لك. أعود لضيفي الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة. دكتور عادل، نتساءل هنا أيضا ما هي خيارات الشرعية يعني بعد هذه الحادثة؟ طبعا أمام الشرعية خيارين لا ثالث لهما، إما أن تلتئم بالجيش الوطني وبالشعب اليمني وتواجه الحركة الحوثية وتعتمد على موارد الدولة الذاتية وتقوم بتسليح الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من الأراضي التي تسيطر عليها الحركة الحوثية، وترفض الإملاءات السعودية على وجه التحديد، أو أن تنتظر حتى يتم يعني تكريب حبل المشنقة ومن ثم يكون نهايتها مثل ما كان نهاية الإمام البدر، يعني حصوله على إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية نهاية الحرب الأهلية في ستينيات القرن الماضي، وهو ما نتمناه للمملكة للشرعية اليمنية. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل دشيلة، باحث سياسي يمني، كنت معنا من مدينة اسطنبول. ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.